خلال هذا البرنامج انه نبث بطلابنا روح التطوع، انه نحسسهم انهم بيقدروا يعملوا اشي خارج عن نطاق مدرستهم والدراسة، انهم يعطوا لمجتمعهم. مجالات مختلفة مثل تنظيف مدرستهم، ساحات مدرستهم، تنظيف جدران مدارسهم، دهن جدران. ممكن كمان في مدرسة قررت من خلال الفرع الفندقي تبعها انها تعمل وجبات، 75 وجبة، 80 وجبة للمحتاجين. في ناس قرروا لعيد الام يعملوا هدايا بايديهم يقدموها للامهات بدار العجزة. فالنشاطات كلها رح تكون مختلفة، بس بنفس الوقت رح يكون لها تأثير كتير كبير على مجتمعنا. كلنا كتيم واحد عم بيشتغل، وإن شاء الله رب العالمين نحقق أهدافنا بنهاية هذا المشروع إن شاء الله. طبعاً لسه في كتير شغل قدام لازم ينعمل، ولسه قدامنا طريق كتير طويلة، بس أنا حاسة من خلال إنجاز ومن خلال برامجنا زي برنامج يوم التطوع الصغير بدأت الناس تفهم أكتر إيش هو معنى التطوع. أول عخير بتضل مدرستي يعني. يعني إحنا مثلاً لما نعمل هذا الإشي رح نكون قدوة لكل الصغار اللي بالمدرسة. إن شاء الله رح تصير يعني فكرة عند الناس كلها تصير تتطوع تعمل مشاركات.